على هذا التراب دارت واحدة من أعظم المعارك في التاريخ، إنها ميلاذقرت التي هزم فيها السلاجقة البيزنطيين عام 1071 للميلاد بقيادة القائد الشهير البرسلان. ففي يوم الجمعة 26 من أغسطس قبل 952 عاماً التقت فئة صغيرة ربما يتراوح عددها بين 20,000 و30,000 فارس سلجوقي بأخرى ربما يزيد عددها على 200,000 بيزنطي من الروم والفرس والخزر والأرمن والبلغاريين الآتين من القسطنطينية آنذاك لوقف فتوحات السلاجقة في شرق الأناضول وشمال سوريا وشمال العراق، وعلى رأسهم الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع. تحقق النصر للسلاجقة هنا في هذه السهول بالقرب من مدينة ميلاذقرت شرق الأناضول، وذلك بعد أن عمد البرسلان إلى توزيع جيشه على شكل هلال مقسم إلى ميمنة وميسرة وقلب مقابل الجيوش البيزنطية التي قسمت إلى أربعة أقسام، ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة لحماية الجيش حال حدوث انسحاب. وأمام هذا العدد الكبير من البيزنطيين اعتمد السلاجقة تقنية انقضاض المفاجئ على العدو ثم الانسحاب السريع مع الإطلاق الكثيف للسهام، ما كبد البيزنطيين خسائر فادحة دفعتهم إلى التوغل أكثر في عمق معسكر جيش السلاجقة الذي أفسح المجال لهذا التوغل ترتيبا للإيقاع بالبيزنطيين بين فكي كماشة. لكن عندما أدرك البيزنطيون خطورة توغلهم وتشتتهم بين كتائب فرسان السلاجقة آثروا الانسحاب لترتيب الصفوف، إلا أنهم تلقوا ضربتين، الأولى عندما لم تفهم ميمنة الجيش البيزنطي أوامر الانسحاب فاستمرت بالقتال حتى فنيت تحت ضربات السلاجقة، والثانية عندما انسحبت مؤخرة الجيش بقيادة القائد أندرونيكوس من أرض المعركة وتخلت عن تأمين انسحاب الإمبراطور وجيشه، ما أسفر عن خسارة محققة للبيزنطيين كان رأسها وقوع الإمبراطور رومانوس الرابع أسيراً بين يدي القائد السلجوقي البرسلان. كانت ميلاذقرت فاصلة بكل ما للكلمة من معنى، إذ غيرت صورة وشكل الحضارة في الأناضول بعد انحسار البيزنطيين بشكل تدريجي وحاسم عن آسيا الصغرى ودخول سكانها في الإسلام تحت حكم السلاجقة، ما مهد الطريق لسقوط الدولة البيزنطية وفتح عاصمتها القسطنطينية. همام سعد، اهتلت عربي، ميلاذقرت.